بسم الله، نبدأ مع بعض تاني فيديو لينا في الدورة بتاعت أساسيات سي بلس بلس. إن شاء الله في الدورة دي هنشتغل من كتاب اسمه سي بلس بلس بروجرامينج فروم بروبلم أناليسيز تو بروجرام ديزاين فورث إديشن، النسخة الرابعة. إن شاء الله أول شابتر فيه في الدورة دي هيبقى اسمه بيزك إليمنتس أوف سي بلس بلس. والسلايدز دي أنا طبعا مش هعملها، بس هي محملة على النت، وان شاء الله يعني ايه انا اللي هقدمها لكم وهشرحها لكم واحده بواحده ان شاء الله. في الشابتر ده او اهداف الشابتر ده ممكن ايه، هنبدا نتعلم ايه هي البيزك كومبوننتس، ايه هي المحتويات الاساسيه لاي بروجرام في سي بلس بلس، انكلودنج فانكشنز اللي هي الدوال، سبيشال سيمبلز الرموز الخاصه، ايدنتيفايرز. بعد كده هنعرف او نكتشف simple data types انواع البيانات، وهنكتشف كيف يتم الارثماتيك، كيف هي الارثماتيك اوبريتورز، او كيف نستعمل الارثماتيك اوبريتورز اللي هي علامه الجمع وعلامه الطرح والقسمه والمودولس والضرب وهكذا. بعد كده برضو هنقدر نكتشف او نقدر نتفحص من الارثماتيك اكسبريشنز اللي هي ايه العلامات الرياضيه الاكسبريشنز ليه ايه، يعني مثلا ازاي مثلا نجمع، ازاي نطرح 5 × 4 × 9 × 6 وهكذا، ازاي ايه نشتغل الحاجات دي. تمام. بعد كده هنقدر نتعلم ازاي نعمل حته الاساينمنت ستيتمنت اللي هي تساوي، مثلا نساوي حاجه بحاجه، فاريبل بقيمه وهكذا، ندي يعني لاي فاريبل قيمه وهكذا. ان شاء الله بعد كده يعني ايه هنشتغل الحاجات دي كلها. بعد كده هنعرف حاجه اسمها سترينج اللي هي ازاي نعمل جمله، وهنعمل بقى نعرف برضو ازاي ندخل حاجه من اليوزر او من الكيبورد عن طريق انبوت ستيتمنت، وازاي ننزل حاجه على الشاشه عن طريق اوتبوت ستيتمنت، وازاي نعمل انكريمنت الفاريبل يعني بلس بلس وديكريمنت اللي هي ماينس ماينس، ننقص من قيمته يعني ونزود في قيمته وهكذا. دي كلها الاوبجكتيفز يعني. ان شاء الله الحاجات دي كلها سهله، ما تخضوش منها كمسميات، بس ده كله شفوي، بس لما تيجي نعملها عملي تبقى سهله جدا جدا وما تقلقوش من حاجه يعني مش حاجه. في حاجه ثانيه اسمها دايركتيفز او بري بروسيسور دايركتيفز، هنعرفها برضو بعد كده بس في الوقت المناسب ليها، وليه هي ضروريه في البرنامج ان شاء الله يعني ايه خير. وهنكتشف بعد كده برضو ازاي بنعمل الاستراكشر للبروجرام، ازاي بنبني البروجرام صح، including the comments ازاي نعمل تعليقات. وبعد كده نعرف التعليقات دي البرنامج مش بياخد بيها، وانها بس بتوضح الكود ده شغال ازاي. تمام. اخر حاجه هنتعلم how to write a C++ program، ازاي هنكتب بروجرام صحيح في C++، ونقدر بعد كده هنمشي خطوه خطوه ونعمل برامج احسن واحسن. تمام. تعالوا نبدأ نعمل أول برنامج لنا في C++. هو برنامج بسيط خالص، هشتغل معاكم فيه في الأول. نقفل دي كده ونعمل حاجة جديدة، ندوس كنترول إن، نكتب هاش انكلود. طبعا الكلام ده متحطوش منه، هو سهل جدا، بس الفكرة إن أنت لسه ما تعرفش الكلام ده إيه، فما تحكمش عليه دلوقتي، لما أدولك وتفهمه يبقى كده أحكم عليه. او ممكن لو انت برضه ما فهمتوش مني تدور على النت وتشوف يعني البرمجه كلها اساسا ان انت ايه تدور على النت وكده. طيب ده تعلم ذاتي يعني سيلف ستادي. مكان تي يوزنج نيم سبيس اس تي دي خير، اكتب انتجر مين تسع قوسين، دي هيكله البرنامج الاساسيه، اكتب اخر انترم زيرو بوز. لو انت في حاجات في البرنامج ستيتمنت مهمه لازم تكتبها، عشان ده بيحافظ على هيكله البرنامج. يعني مثلا السطر ده لازم تكتبه، وده وده، والاقواس لازم تعرف، لازم تحافظ على تنسيق الجمله نفسها، لان لو شلت حاجه من هنا ده هيخل من نظام البرنامج ومش هيخلي البرنامج يشتغل او يران. تعال مثلا اول برنامج لينا اللي هو برنامج مشهور ان انت تنزل جمله على الشاشه اسمها هالو وورلد عن طريق امر اسمه سي اوت، بس نكتب سي اوت
طبعا هتقول لي مثلا ما ينفعش اعمل كده، لا هي كده يعني ايه، لازم تحافظ على نظام الايه الجمل نفسها. ما كان ان شاء الله هنعرف نتعلم الحاجات دي تتكلم ازاي احنا. بس اول حاجه احنا بديكم مثال بسيط خالص عشان تعرفوا السي بلس بلس بروجرام ماشي ازاي، وبعد كده هشرح لكم كل الاوامر دي، ده وده وده كلها هشرح لكم يعني ايه، يعني ايه انكلود، يعني اي استريم، يعني ايه نيم سبيس ومين وسي اوت، الحاجات دي كلها هشرح لكم، هي سهله جدا ما تخافوش. هكتب مثلا اي جمله وليكن هلو سي بلس بلس او هلو ورلد اي حاجه. هبتدي مثلا ارن البرنامج او اشغل البرنامج من ايكون دي اسمها كومبايل اند ران، اسيب البرنامج وليكن اسمه هلو، سيبه سيب. طبعا السي بلس بلس بيبقى دوت سي بي بي او دوت سي 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 او دوت سي اكس اكس او اي او اي اكستنشن من دول، ده الاكستنشن خاص بالسي بلس بلس. سيب هو هيرن او هيشتغل اهو، طبعا على الشاشه كلمه هلو او جمله هلو سي بلس بلس. ده ابسط برنامج معانا، وانا حبيت اديكم مثال بسيط خالص عشان ايه تعرفوا البرنامج ماشي ازاي او شكل البرنامج لما بيرن بيكون عامل ازاي. بعد كده هنبتدي ايه نشتغل في المحتويات التانية للغة. اسيبكم ان شاء الله اتقابل في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.